انا معايا 4 دقايق وهعدل بينكما. اتفضل. دقيقتين لمحمد صبحي ودقيقتين لكريستو. يلا. تمام. صبحي هنتكلم على المباراتين الاخيرتين. مقال الاهلي بياخد جون في زاويه دائما من حسين الشحات. يلا هاتوا يا جماعه على طول حالات. والنهارده الجون بتاع فوركو بغض النظر عن موقف عمرو جمال اذا كان تسلل ولا لا برضو من الزاويه الضيقه. فصبحي محتاج يركز على النقط دي. انا عايز في رقم يعني حتى بما ان احنا بقى بننهي موسم الزمالك. تعالى في ده طبعا برضو من الدقه. تعالى كريم في دقيقه كده نشوف الاهداف المستقبله. ترتيب الفرق من ناحيه الاهداف المستقبله ده مش ترتيب الدوري. ده ترتيب الفرق استقبلت اهداف قد ايه. الزمالك لاول مره تقريبا يبقى في المركز الثامن من حيث الفرق المستقبله. الاهلي افضل فريق استقبل اهداف اللي هو 9 اهداف. بص الفرق اللي فوق الزمالك فيوتشر وبيراميدز امر طبيعي. الزمالك المفروض يبقى محطوط هنا في المربع ده يعني مركز ثالث يعني يبقى قبل فيوتشر بعد فيوتشر كذا. لكن بص الفرق اللي هي معديه الزمالك. المقاولين اللي عامل دور تاني سيء جدا. سيراميكا كليوباترا اللي كان بينافس على الهبوط. صح. المصري افضل من الزمالك. فاركو اللي هو الاسماعيلي نفسه هي هنا في ماتش تاني مش محسوب بس الاسماعيلي. ما الاسماعيلي اقل من الزمالك لكن الاسماعيلي اللي نجا من الهبوط في اخر اسبوعين الفرق بينه وبين الزمالك هدفين طول الدوري. فانت بتتكلم ان الزمالك دفاعيا الموسم ده في المركز الثامن وتاريخيا على مدار بقى من اول ما قلنا يا دوري وكوره الزمالك استقبل 36 هدف. دي تاني اسوأ حاجه في تاريخ الزمالك من حيث عدد استقبال الاهداف. عظيم جدا ده بالنسبه ليه وضع الزمالك. محمد صبحي يقعد ولا يكمل في البطوله العربيه؟ يقعد بسنه طبعا بس محتاج يقعد في البطوله العربيه ولا محتاجين الزمالك محتاج يشوف عواد. علشان اول حاجه ان صبحي يحس ان الخطا مش مجاني. يعاقب على الخطا. وتاني نقطه عشان عواد برضو يبقى تشاف بشكل كامل عشان وانت داخل موسم جديد تبقى انت عارف فين صبحي وفين عواد ومرتب امورك.